عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالاً للجهاز الدولي نتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الدورة الدموية أو بنقول أنواع الدورات الدموية. أنواع الدورات الدموية إحنا في عندنا ثلاث أنواع من الدورات الدموية. في عندنا دورة دموية اسمها جهازية أو الدورة الدموية الكبرى، وفي عندنا دورة ثانية اسمها الدورة الدموية الرئوية أو بنسميها الصغرى، وفي عندنا الدورة الدموية البابية. يبقى إذا في عندنا أنواع للدورات الدموية أو بنسميها البابية الكبدية، بابية الكبدية. يبقى في عندنا كم نوع من أنواع الدورات؟ ثلاث أنواع من الدورات: الدورة الدموية الكبرى اللي هي بنسميها الجهازية، وفي الدورة الدموية الصغرى بنسميها الرئوية، وفي الدورة الكبدية أو الدورة البابية الكبدية. كل دورة من دول بتبدأ وبتنتهي. كلمة دورة يعني الدم بيبدأ من مكان وينتهي إلى مكان آخر. لو افترضنا هنا عندنا نموذج للقلب، فنبدأ بالدورة الدموية مثلا الصغرى. طبعا الدورة الدموية الصغرى كما هو واضح لينا بتبدأ من البطين الأيمن، وبيبدأ يتجه الدم غير مؤكسك اللي هو باللون الأزرق ده من البطين الأيمن عن طريق حاجة اسمه الشريان الرئوي. شريان رئوي يعني بيتجه كل شريان إلى رئة من الرئات، ده اسمه دم مؤكسر، دم غير مؤكسر. يبقى الدم غير مؤكسر بيطلع من البطين الأيمن بيتجه عن طريق الشريان الرئوي للرئتين، من هنا بيتم تبادل الغازات فيعود الدم المؤكسر عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة إلى الأوزين الأيسر. يبقى نفهم من الكلام ده إن الدورة الدموية الرئوية الصغرى ليه سميت رئوية؟ إن بيخرج الدم من البطين الأيمن دم غير مؤكسر. يعني تخيل معايا البطين الأيمن بيخرج دم غير مؤكسر، بيخرج دم غير مؤكسر. الدم غير مؤكسر ده دم غير مؤكسر، بيخرج عن طريق الشريان الرئة، بيتجه للرئتين، يحصل تبادل الغازات فيخرج من الرئتين دم مؤكسر يصب في الأوزين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة. يبقى لما نيجي نبص كده الدورة الدموية الصغرى، يبقى البطين يبدأ من البطين الأيمن، وبعد كده يبقى دم غير مؤكسر اللي هو اللون الازرق ده بيطلع عن طريق الشريان الايه؟ الرئوي اللي هو الازرق اللي انت شايفه ده، شريان رئوي. شريان رئوي يروح للرئتين، في الرئتين يحدث تبادل الغازات فيدينا دم مؤكسر، يرجع للاوزين الايسر عن طريق الاورده الرئويه الاربعه.
دي كان اسمها دورة دموية صغرى. طيب وماذا عن الدورة الدموية الكبرى؟ الدورة الدموية الكبرى بيختلف فيها الأمر شوية. بتبدأ من الأذين اللي هو العكس، الأذين الإيه؟ الأذين أو البوتين الأيسر. يبقى أنا عندي البوتين الأيسر. بيخرج دم غير مؤكسر. متأسف يخرج دم المؤكسر. بيروح عن طريق الشرايين لجميع أجزاء الجسم. جميع أجزاء الجسم بيحدث ثبات الغازات في الأنسجة، فيأتي دم غير مؤكسر ويبدأ يعود إلى الأذين الأيمن. دي اسمها الدورة الدموية الكبرى. يبقى الدورة الدموية الكبرى إن الدم خرج من البطين الأيسر، مشي على طريق الأورطي، يتجه إلى أعلى لمنطقة الرأس والذراعين والمخ، ويتجه إلى أسفل لجميع أعضاء الجسم. الأحمر ده كله دم مؤكسر. يبقى بيبدأ من البطين الأيسر ثم عن طريق الشريان الأورطي يتجه إلى أعلى ويتجه إلى أسفل، حيث توجد جميع أجهزة الجسم وتحصل على الدم المؤكسر. وواضح أهو في الحالة دي بيحدث تبادل غازات. بيحدث تبادل غازات بمعنى إن الدم أصبح بقى غير مؤكسر، يعود إلى الوريد الأرجف السفلي والوريد الأرجف العلوي للأذين اللي اتفقنا عليه الأيمن مرة أخرى. وبكده يبقى دي الدورة الدموية الكبرى، ويبقى واضح قدامنا تبادل الغازات وعمل كل منها. طبعا أنا لازم أحط في الاعتبار إن بيوجد صمامات عشان تخلي اتجاه الدم في جميع الاتجاهات في اتجاه واحد، سواء في المسافة بين الأذين الأيسر والأيمن زي الشرفتين اللي هو المترالي، أو سواء الشرفات بين الأذين الأيمن والأذين الأيمن والأذين الأيمن. وفي نفس الوقت كمان عندنا اللي هي الصمامات اللي في الشريان الرئوي واللي في الموجوده في الاوائل في الاورطي، برضه تساعد حركه اتجاه الدم في اتجاه ايه؟ واحد. بيبقى عندنا اخر دوره اللي هي الدوره الدمويه البابيه او الكبديه. بتبدا من الامعاء، تبدا من الامعاء وتتجه للوريد البابي الكبدي، ثم الكبد، ثم الوريد الكبدي. دي كده بنسميها الدورة الدموية البابية كبدية أو الكبدية البابية. وأخيرا بيتبقى لنا الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي متكون من ثلاث أجزاء: الليمف ده سائل يرشح من البلازما، وفي نفس مكونات البلازما، وفي الأوعية الليمفاوية اللي بتنقل السائل الليمفاوي إلى الوريد الأجوف العلوي أثناء علاقته بالدورة الدموية والجهاز الدوري، بالإضافة إلى في عندنا الغدد الليمفاوية اللي بيتم عن طريقها تنقية الليمف و
وتكون كرات الدم البيضاء لمهاجمة الأجسام الغريبة، وبكده يبقى انتهينا تماما من الباب المسؤول عن عملية النقل والجهاز الدوري في الإنسان. وشكرا لكم على لقاء مع الفصل الأخير للترم الأول. أيوة طيب.